درس 15 واحد. كما قلنا في الدرس اللي فات، قلنا بان باغي نعملوا واحد البروجي اللي كتقرا فيه فيشي تكست فيه الارقام، ترتب ديك الارقام وتعملوهم في ليست. قلنا هذيك الهدف الكبير ديالنا غادي نقسموه لاهداف صغيره، والهدف الصغير الاولاني هو كيفاش نخرج هذا البراوزر هذا اللي كنشوفو في هذه الديابو هذه بجافا، باش ليوتيليزاتور يقدر يمشي ويختار فين هو الفيشي اللي بغى يرتبه. ياك، وهذا هو الدرس ديالنا اليوم. دونك انا بديتو ديجا، عملت انا الدرس 15 وعملت فيه واحد الجي فريم فورم سميتها ريد فايل اللي هي اقرا فيشي، سورت اللي هي رتب، ديسبلاي اللي هي افيشي. ياك، لان هذا الشيء هذا هو اللي كيعمل بروجي. دونك حنا غنبداو من هنا، وكل درس غنبقاو نزيدو على هاد جي فري فورم هادي حتى نوصلو للهدف الاخراني ديالنا. واليوم عملت واحد البوطون هنايا سميتو براوز باتن، لانه هو اللي غادي نبراوز به، هو اللي غادي نتكي عليه باش نخرج ديك اللعيبه اللي كتقلب على الفيشي. وعملت واحد الليبل هنايا سميتو فاين نيم ليبل، بمعنى منين نقلب على الفيشي ونكليكي على اوكي، هذيك الفيشي اللي قلبت عليه لو شومان ديالو خصو يبان هنا. الى وصلتنا هاد القضيه هادي كتسمى حققت الهدف الاولاني. كيفاش غنعملوا هاد القضيه هادي؟ دونك نمشيو للبروغرام هنايا، البروغرام ديال البراوز باتن. هيك، هذاك البراوزر اللي هو هذا البراوزر هذا في جافا كيسميوه جي فايل تشوزر، وهو اللي غادي نستعمله. دونك خصني نكري واحد لا فاريابل جي فايل تشوزر اف سي. ياك، هنايا فحال مره اخرى غادي يقول لي ما عندكش اللايبراري، غنقول له امبورت زعما زيده ايكوالز نيو، نعمل هنا كنترول اسباس نخرج لي هادي هنا. دابا شنو عملت؟ هذا عندي واحد لا فاريابل سميتها اف سي، ها هي اف سي. ياك، هي هاد خينا هذا. دابا خصني نقول له بين لي هادي ظهرها، لان دابا الى اكزيكوتيز عملت هيدا ما يوقع والو. ياك، دونك دابا غنقول له انتي انا من هنايا واحد لا فاريابل نسميها فار، من بعد نهضروا عليها ونعملو اف سي دوت شو اوبن دايلوج. هذيك الفونيتر الصغيره كيسميوها دايلوج. اوبن دايلوج هي واحد دايلوج اللي عنده واحد البوطون مكتوب فيه اوبن. ياك، وهنا كتعمل ذيس دائما. من بعد نهضروا على هذه، باقي لها خصنا نعملوا الدروس بزاف عاد باش نوصلوا لهاد ذيس هذه. لاحظ معايا بان دائما ملي كنعيطوا على شي فونكسيون في الدروس اللي فاتت كنا كنكتبوا الاسم ديال لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون هادي عملنا الاسم لا فاريابل اف سي، عاد عملنا دوت من النقطة، عاد عملنا الاسم ديال لا فونكسيون. ولكن في نفس الوقت إذا شبرت فاريابل واحدة أخرى بحال مثلا فار، وعملت فار نقطة، واخا نعمل كنترول اسباس ما نقدرش نعمل نعيط على لا فونكسيون هنا. دونك هنايا كخصك تسائل علاش هاد لا فاريابل هادي اف سي ماشي بحال هاد لا فاريابل هادي فار، علاش هاد لا فاريابل اف سي عندنا الحق نعملو اف سي نقطة ونعيطو على واحد لا فونكسيون وهادي ما عندناش؟ هاد القضية هادي غنهضرو عليها ملي غنهضرو على الاورينتي اوبشن، نهضرو شنو هي الكلاس، شنو هو لوبجي، وشنو هي فاريابل عادية، وشنو هي فاريابل اوبشن. ياك، دونك هاد القضية هادي خليها في الساعة. دونك شنو وقع، شنو عملنا تا دابا؟ إلا كليكيت هنايا دوز بوطون كليكيت على براوز، غادي يخرج ليها هو الشيء، هو خرج الدايلوج. دابا في هاد الدايلوج هذا نقدر نختار نمشي نشوف لي دوني ديالي وكدا هادي. ولكن إلا عملت اوبن، هادي هي اوبن هادي، علاش عملنا لو قلت باش عملنا شو اوبن دايلوج؟ هذاك الشيء عمل لي اوبن. الا كنت عملت له شو سيف دايلوج كان يكتب لي هنايا سيف. اوكي، ولكن دابا الا عملت اوبن ما يوقع والو شي، الا عملت كانسل عادي يشد. دونك دابا شنو بقى خصنا نعملو؟ خصنا مني يعمل اوبن مني يعمل اوبن ناخذو السميه ديال لا فاريابل اللي هادي. مزيان، باش نعرف انا ليوتيليزاتور واش كليك على اوبن ولا كليك على كانسل، هذا هو الدور ديال هاد لا فاريابل فار. هذاك لا فونيتر ملي كتفتح هاد لا فونكسيون هادي، عقلت على لا فونكسيون كتقدر ترجع اون فالور، هاد لا فونكسيون هادي كتعمل واحد ريتيرن كترجعنا واحد لا فالور.
هذيك لا فالور هي اللي حطيناها هنايا في هاد الفار هادي. وشنو كتقول لي ديك لا فالور؟ كتقول لي الا رجعت لك زيرو راه ديك خينا كليكا على اوبن، الا رجعت لك واحد راه كليكا على كانسل. دونك انا في هاد الفار هادي كنعرفوا واش كليك على اوبن ولا كليك على كانسل. نجربوا هاد القضيه هادي، نعملوا اف فار كتساوي زيرو ونعملوا else، بمعنى الا كانت كتساوي زيرو راه كنعرفوا كليك على اوبن، الا كانت الا كان كليك على كانسل راه الا ما كانتش كتساوي زيرو راه كليك على كانسل. مزيان. دونك انا الا كليك على زيرو شنو غادي نعمل؟ هذيك الليبل ديالي سميتها فايل نيم كنترول اسباس ليبل دوت سيت تكست، لكن هنا نعمل كليكت اوبن، وهنا نعمل كليكت كانسل. ياك غنعاودو نشوفو البروغرام ديالنا. كرينا واحد لا فاريابل سميتها اف سي واللي هي جاي فايل تشوزر، وهي اللي هي اللي كتفتح لي ديك الدايلوج. من بعد قلت لها ديك لا فاريابل، قلت لها افتح لي واحد الدايلوج ديال اوبن، ياك، ومنين ترجع لي لا فالور ديال ديك خينا واش كليكا اوبن ولا كليكا كانسل، عامله لي هنايا في هاد لا فاريابل فار. داكوغ. دونك دابا ملي كنوصل لهاد السطر هذا، ملي كنوصل لهاد السطر هذا شنو وقع؟ تفتحات ديك لا فونيتر ديك خينا اختار الفيشي ولا ما اختارش الفيشي، ولا كان اختار الفيشي كليكا اوبن، ولا ما كانش اختار الفيشي راه كليكا كانسل. دابا انا هنا دابا خصني نعرفو شنو نعمل. دابا كنقول الا كانت فار كتساوي زيرو كيعني ديك خينا كليكا على اوبن، دونك غنكتب هنايا كليك اوبن، الا ما كانش كليكا زيرو كليكا على كانسل، دونك كانسل. غنشوفو هاد القضية هادي واش خدامة. نعملو اكزيكوتي من براوز، نمشي مثلا هنايا نعمل مثلا سي، هيك نعمل الدايرة مثلا، نعمل هنا اف دي بي ما كيهمنيش، نختار واحد الفيشي اللي كان شي كليكت اوبن، ياك غنكليكي كانسل. دابا ما كانسل بلا ما نعمل والو، نجي نعمل كانسل كليك كانسل. مزيان. اذا دابا كنعرف فوقاش كليك اوبن، كنعرف فوقاش كليك كانسل. دابا شنو بغيت نعمل؟ بغيت نعمل الا كليك على اوبن بغيت نعرف شمن فيشي سيليكسيون. المعقول، كيفاش غنعرف؟ هذيك السميه ديال الفيشي اللي سيليكسيون كاينه في وسط هاد لا فاريابل اف سي. دونك نعمل اف سي دوت جيت سيليكتد فايل، ياك اعطيني جيت. جيت هي بحال خود، بحال اوبتونيغ، بحال ارا سيليكتد فايل لو فيشي سيليكسيون، ياك. ولكن هاد سيليكتد فايل هذا اللي يرجعو لك سي اون فاريابل دو تيب فايل، دونك ما يقدرش، خصك عاد تقول له دابا هاد الفايل اللي عطيتيني اعطيني شنو هو لو شومان ديالو. دونك اسم الدوت ها هي الاولى كتخرج لك جيت ابسولوت باث، باث هو لو شومان، ابسولوت هو لو باث كامل ابسولو، جيت ابسولوت باث. دونك دابا نعملو هنايا نمشيو نعملو اكزيكوتي براوز، مثلا نمشي نبراوزي مع راسي فيما بغيت هنايا انتر وركس مثلا، نختار هذا الفيشي هذا دوت جار مثلا، ها هو سي داتا انتر وركس، هذا هو لو شوما اللي اخترت. هاتي نتبع معايا عاوتاني سي، ياك انا في وسط سي داتا، انا دخلت في وسط داتا، نختار مثلا اكليبس، ياك اكليبس، ونختار ارتيفاكت. دونك عملنا سي داتا اكليبس ارتيفاكت، سي داتا اكليبس ارتيفاكت. دونك هذا هو لو شوما. دونك الدرس اللي ماجي شنو بغينا نعملو؟ الدرس اللي ماجي بغينا دابا هنا عارف لو فيشي، بغيت نعرف كيفاش الا كان هاد الفيشي هذا التكست كيفاش نقراه. دونك نشوفو في الدرس اللي ماجي.